بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تلاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المعظم. ورمضان شهر التيسير، الله عز وجل في آيات الصيام قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الدين: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومظاهر التيسير في شهر رمضان كثيرة، منها أن رمضان نفسه أيام معدودات، قال الله عز وجل في وصفه: أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات الأعمال فيها يسيرة، والأجور على هذه الأعمال اليسيرة عند الله تعالى عظيمة. فمن صام رمضان هذه الأيام المعدودات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أن من قام رمضان تلك الدقائق المعدودات في كل ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل إن من قام ليلة واحدة هي ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما أن ذلك القيام كله تيسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات يسيرات إذا قرأها الإنسان وصلى بها التراويح كل ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن زاد زاده الله تعالى أجرا عظيما. ثم إن من مظاهر التيسير في هذا الشهر العظيم أن الله عز وجل قد وضع الصيام عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، فقال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ووضع تعالى الصيام عن المريض الذي يرجى شفاؤه فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كما أن الله عز وجل وضع الصيام عن المرأة الحائض والنفساء فلا يجوز لهن الصيام، كما أن الله عز وجل قد وضع الصيام عن المرأة الحامل والمرضع التي تستطيع الصيام، لكن بمشقة. هذا الدين يسر والشهر كله يسر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر العظيم ممن غفر لهم الذنوب وستر لهم العيوب، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.